اليوم راح اسوي لكم تمرين بايسبس راح يكون عباره عن 4 تمارين. راح اشرح لكم السيتس والريبس خلال الفيديو. راح ابلش احماء للعضله طبعا زي ما انتم شايفين، تبادل دامبلز جولتين، وزن خفيف لمتوسط، تكرارات 15 ل 20. بعدين راح نبلش باول تمرين. اوكي يلا سي يو. First exercise هيكون close grip easy bar 4 جولات، التكرارات هتكون 6 ل 12. أول جولة راح أحاول أعمل 12 تكرار طبعا كالعادة، راح أصور لكم أول جولة وآخر جولة. last set طبعا قبل ما ابداها بس احكي لكم الفرق بين close grip والوايد grip والبايسبس. طبعا كل ما ضيقنا ايدينا تمرين البايسبس كل ما ركزنا على عضله البايسبس الخارجيه، وكل ما وسعنا ايدينا كل ما ركزنا على عضله البايسبس الداخليه. فهذا التمرين تركيزه حيكون على عضله البايسبس الخارجيه. تمام، اخر جوله راح احاول اعمل 6 تكرارات. Second exercise هيكون وايد جريب ستريت بار. طبعا زي ما قلت لكم المسكه الواسعه راح تركز على عضله البايسبس الداخليه. 4 جولات 6 ل 12 تكرار. الجوله الاولى راح احاول اعمل 12 تكرار. هيكون همر البار. طبعا الهمر شباب تركيزه حيكون على الفور ارمز وعضلة البيفياليس. فور سيتس 6 to 12 ريبس. اول جولة 12 تكرار واصور لكم اخر جولة. Thank you.
جولة بحاول اعمل 10 تكرارات. طبعا وقت ما نكون خلصنا تمرين البايسبس لا تنسوا لايك كومنت سبسكرايب لكل شيء حابين تشوفوا الفيديو الجاي.